بنات ما شاء الله تبارك الرحمن، الكمية عملت معايا العلبة دي، بس اكتبوا بقى عليها وخلاص. يلا تعالوا نعمل مع بعض البهارات. العلبة الخضراء دي كده عملنا 7 بهارات بطريقة تحفة وبمعايير مظبوطة، ان شاء الله تطلع معاكم تهبل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وبسعادة وراحة بال وامن وامان. طبعا انا مش اول مرة اعمل معاكم بهارات، عملت معاكم البهارات اول او تاني حلقة في القناة عندي، وكلمتكم عن البهارات اللي لازم تكون موجودة في كل بيت، اتكلمنا عنها بصفة عامة. النهاردة هنزل معاكم بقى 7 بهارات، وانتظروني الحلقة اللي جاية على طول هتكون البهارات العلبة الخضراء اللي متبقاش موجودة في بعض الدول وبيبقوا عايزينها قوي علشان الكبسات والأكلات والأكلات الهندية والإدام، بيبقوا عايزين ليها البهارات الخضراء، فهعملها برضو معاكم إن شاء الله. بس تعالوا نتعرف مع بعض دلوقتي على مقادير ال7 بهارات المظبوطة الأصلية. طيب أنا أول حاجة كده عندي هيل، هحط فيها هيل، والهيل يكون جودة حلوة، يكون نوعية الهيل كويس جدا. أنا عندي النوع ده اللي هو من بني العميد جامبو، بس مش هحط الباكت كله لأن الباكت ده 80 جرام، هطلع منه حوالي 40 جرام، سوري هطلع منه 30 جرام. تمام يلا ركزوا بقى معايا كده، 30 جرام من الهيل، وهاخد من البهار الحلو او الكباب الصيني هحتاج برضو دي 80 جرام، هاخد منها 30 جرام، وعندي زنجبيل الناعم برضو هاخد منه 30 جرام، وهاخد 6 عواد من الدرسين اللي هو ده الدرسين الطويل الرفيع، وهحتاج كمان 30 جرام من الفلفل الاسود، وهحتاج 30 جرام من القرنفل، وكمان هحتاج 30 جرام من ورق الغار، ده 35. تمام 30 جرام، خلصنا كده 7 بهارات الاساسيه. هحط كمان معلقه من جوز الطيب المبشوره، اي جوز الطيب عندك، انا دي واخداها من تركيا بتبقى جاهزه كده، انت لو في مصر وعندك الحب ده ابشري 3 حبات، 3 حبات كبار او 4. في ناس كتير بتستحرم انها تحط جوز الطيب في الاكل، هتستغني عن دي خالص وهنطحن ده كده على بعضه. تمام وهتحطيها في برطمان وتبقى عندك جاهزه على طول في اي حاجه. تمام يا بنات يلا هنجيب بقى مع بعض المطحنه ونطحن مع بعض. طيب جبنا الكبه بتاعتنا وهنقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبتدي. عندي انا كده مطحنه هنحط فيها اول حاجه الكباب الصيني. طيب تمام يلا، عايزه بقى دعوه من قلب الامي بالرحمه والمغفره. تمام ولكل الاموات، جبت الكبه، حطيت الكباب الصيني والفلفل الاسود والهيل ومعلقه جوزة الطيب. تمام وهبدا ان انا اطحنهم طحنه جامده جدا تخليهم بودره. شايفين الهيل؟ نختاروا الهيل جوده عاليه، هتلاقوا بيتكم تبخر تبخر، البهارات كل ما تكون جودتها عاليه بيتك يتبخر من الريحه. طيب انا كده بعد ما اطحن 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 اطحن، رحت اجيب طبق عشان افضي فيها. شايفين جمالها؟ هتمسكيها تضربيها كده على ايدك، تلاقيها لسه عايزه فيها خشينات شويه او حبيبات، ارجعي اضربي تاني، المهم ان انت تخليها بودره ناعمه خالص. تمام بس كده، وافضل بقى ايه عمال، طبعا انتوا عارفين بيونت نطور يمين وشمال عمال المع. بصوا بقى الجمال نازله بقى ما اقولكمش، وسخنه كده وريحتها حقيقي ريحة المكان كله تبخر، بيتي كان محل اسمه ايه؟ عطارة، عطارة؟ اه عطارة. تمام؟ حد دلوقتي ورق الغار وادي برضو ضرب، كل ما اكسر تاني وازود اكسر وازود لين اخلص الكمية كلها 30 جرام. طيب تمام، شايفين الروزماري؟ طحنته بقى خليته بقى فظيع، اتطحن كده وبقى لونه اخضر جميل 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 جميل، طلعته برضو فضيته. دلوقتي بقى ايه؟ هفضي اهو معاكم، انا بقى مخليه الفيديو على عينك يا تاجر، شايفين على عينيكم كل حاجه خطوه بخطوه بنعملها مع بعضنا وبنطحن مع بعضنا، ورانا ايه؟ ادينا بنتسلى بنتفرج وبندردش. البهارات يا جماعه في البيت، حد دلوقتي الدارسين خليه يطحن البهارات في البيت يا جماعه، من احلى واجمل حاجه اللي بتكون في مطبخك علشان الاكل. تمام علشان اكلك يبقى جميل ويبقى اكلك طعمه حلو اهتم بالبهارات، البهارات عامل اساسي على فكره جدا. بصوا الدارسين الطحن بقى بودره ازاي. طيب بعد ما طحننا كله هتعملي ايه؟
هتخلطي تخلطي، ومش بس كده تحطي برطمان، لا دلوقتي انا هحط بقى الجنزبيل. الجنزبيل كان بودره، يبقى احنا كده يا جماعه طحنا كل البهارات ما عدا الجنزبيل، كان هو اصلا بودره. حطيته وقلبتهم كويس، ومش هسكت بقى على كده، لا انا بوريكم ان هي بقت بودره، ولكن لازم تعيدي طحنهم مره تانية علشان يندمجوا في بعض كلهم ويبقوا مندمجين تماما تماما تماما. شايفين الجمال؟ استاهل لايك ولا لا؟ دلوقتي زي ما انتوا شايفين كده ما شاء الله، اللهم بارك اللهم بارك، خلاص عملناها. شايفين الجمال؟ شايفين النعومه؟ ناعمه ازاي خالص وجميله، وطريقه انك تخلطيها مرتين دي ضروريه جدا جدا جدا. شايفين الحلاوه؟ واحلى بهارات عندك بالبيت لاي اكل، اي طبخ، للطواجن، للحمه المفرومه، للكفته، للحمه المعصجه، لطاجن عكاوي، لكل الطواجن اللي ممكن تتخيليها تحطي فيها منها معلقه واحده. رهيبه 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 رهيبه، وريحتها عاوزه اقول لكم انا بيتي دلوقتي تبخر واحس كاني قاعده بعطاره. رهيبه ما شاء الله، اللهم بارك. طيب هتجيبي بقى كده برطمان بتاعك، وتبداي ان تضيفيها فيه وتحفظيها فيه، اما برطمان ازاز او برطمان بلاستيك. انا صراحه هحفظها ببرطمان بلاستيك، وبسرعه بسرعه بسرعه. وهي كده هتحطيها فين؟ هتحطيها بالتلاجة، عشان تكونوا عارفين البهارات تنحط بالتلاجة اللي هي زي دي كده، تمام؟ افضل، بتفضل محتفظه بريحتها ولاطول فتره ممكنه عندك. يلا بنات انا هعبيها كده، وكده يعتبر خلاص خلصت الحلقه. يا رب تكون عجبتكم، ما تنسونيش باللايك والشير، واذا لسه اول ما تخشوا قناتي بسرعه بسرعه انزلوا اشتركوا في القناه، فعلوا جرس التنبيهات، اختاروا كلمه الكل، واثبتوا وجودكم معايا بتعليم. خدوا الفيديو شاركوه مع اصدقائكم علشان يوصل لاكبر عدد، واتمنى تخشوا كده في القناه تبصوا على كام فيديو ان شاء الله تعجبكم جدا. دعوه من قلب الامي قوي، والسلام عليكم، نتقابل فيديو جديد.